لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. عبرت فاطمة بالحاج زوجة الممثل القدير صالح عكرود عن سعادتها وفرحتها لعودته إلى الحياة، وهذا بعد رحلة طويلة صارع فيها مع المرض 2 كاملين ليعود إلى أرض الوطن قادما من فرنسا. كما نشرت فاطمة بالحاج صورة حديثة تجمعها مع زوجها صالح عكرود عبر حسابها على الفيسبوك، مرفقة إياها بتعليق: ما أحلى الرجوع إليك. للإشارة أن بالحاج رافقت زوجها طيلة مدة علاجه في فرنسا، وقدم الفنان والممثل الذي أدخل البسمة إلى البيوت الجزائرية صالح عكرود المعروف باسم صويلح شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما كتب صالح عكرود عبر صفحته في فيسبوك: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكرا لكم جميعا أحبتي من أعماق قلبي، ولا تجزيكم كلمة الشكر، غاية امتناني وودي لكم، مساندتكم لي ودعاءكم وتواصل بعضكم بي، شكرا لكم جميعا صغيرا كان أو كبيرا، وشكر خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. شكرا سيد الرئيس. وعاد الفنان الجزائري القدير صالح عكرود إلى أرض الوطن السبت الماضي بعد رحلة علاج طويلة قضاها في فرنسا. وزي ما احنا شايفين الناس من محبيه بتدعيله ازاي، نسيبكوا تشوفوا التعليقات. شهد ظهور مؤثر لمحبوبة الجزائريين صويلح. نشرت فاطمة بالحاج زوجة الفنان الجزائري القدير صالح عكرود صورة جديدة للأخير على صفحتها بانستجرام، وظهر صويلح في الصورة وهو يحمل بين يده العلم الوطني الجزائري بتأثر شديد، خصوصا وأنه بعيد عن أرض الوطن منذ 2 عامين. وسافر صالح عكرود إلى فرنسا لأجل العلاج من الأورام السرطانية ورافقته زوجته المخرجة فاطمة بالحاج، حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم. ويتلقى صويلح في مستشفى باريس العلاج بفرنسا، أين خضع لجرعات الدواء الكيميائية قبل فترة وهو في طريقه للتعافي حسب تصريحات عائلته. لا بأس الحمد لله. لا بأس. طريق سلامة يا صالح. بسمع تفش ملاح. طريق سلامة. كالكوزير. شوية حفيف وتكون معنا إن شاء الله. توح. الحمد لله على سلامة. سلامتك صالح. توحش. شاب الجزائري. وعندك قالوا يسلم عليك ثاني
وحشتو بزاف بزاف. ولا بالي وشك فوات قول لي اني حاب نجي ومالغري المرض ومالغري كاع هذيك الامور، وكنت حاب تعاود تدخل في اقرب وقت ان شاء الله. وجازوا عامين صالح غربة. عامين عامين سين غربة. على كل حال تفرس ربي سبحانه الامور تحسنت، راني مليح ان شاء الله خير من اللي كنت. الحمد لله خير من اللي كنت. الحمد لله تما الحمد لله صالح الحمد لله. كنت قراف كنت في اخر ودرت اوبيراسيون ودخلت كوما شهر ونص. الحمد لله افطنت الحمد لله يا ربي. ومع الدعاء نتاع ولاد بلادي اللي نشكرهم بزاف بفضل الله ربي سبحانه استجاب الدعاء تاعهم الحمد لله حسنت الامور. لكن درك راني مانيش نمشي، راني فوق لا شيز رولونت وبدلوا لي السبيطار. رحت للسبيطار وقت اخر تاع لا كيني وليت ندير كيني. وذرك ان شاء الله راح نكمل لا كيني تاعي ان شاء الله صالح. بصح خلينا هادو عندنا الوقت ان شاء الله نحكوا عليهم باذن الله. المهم راك بيان. لا لا الحمد لله. كيفاش راك الحمد لله يا رب. علاش بيان ماذا كو وشنو هو الشعور تاعك راك مولي لبلادك عبقي؟ عامين بزاف تسمى راني مولي لبلادي راني فرحان بزاف بزاف. الحمد لله نتلاقاو هنا ان شاء الله صالح ان شاء الله. وين نتلاقاو هنا؟ وين عنك؟ يعطيك السلامة. إن شاء الله. ربي يعافيك صالح. إن شاء الله. هلا في روحك. صحيح. صحيح. إلى اللقاء. سلامة شكرا. سلامة. ألو. بكرة على بالي كيفاش. خلاص كوكو كوكو صاي سيبو ما نعرفش نكوبي زعما درت واحد العيادة. لي كيف؟ عاودي كنا مع الفنان القاضي صلاح قرود. هذه كانت باش نقولوا له طريق السلامه وباش ومن بعد ان شاء الله نستقبلوه ونزيدوا نسروا معاه ان شاء الله. صالح ربي يعطيك ما تتمنى على خير. سلامة براي. ما صحيح. صحيح. صالح أكرود صانع البسمة بامتياز. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.